بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لحضراتكم تانية مع الفقرة الثانية من البرنامج وهي فقرة مواهب. معنا النهاردة 2 مواهب شعرية، إسلامة أحمد من دمياط كانت معانا قبل كده، هنشوف آخر إنجازاتها وآخر الأشعار. هي بتقول وبتكتب شعر باللغة العربية الفصحى، ومعانا الأستاذ محمد خاطر. أهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا وسهلا فندم، بحضرتك، شرفنا والله. الشاعر الكبير من شبين القناطر الأليوبية. أهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا وسهلا فندم، بيكي يا نورتنا. دافن. عايزين نعرف يا إسلامة النهاردة إيه آخر إنجازاتك في الشعر، الكتابة والإلقاء، وكان في كمان انت قلتي لي كتبتي قصة، عاوزين نعرف ايه آخر إنجازاتك. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. انا النهاردة عندي انجازات كتير وحابة اعرفكم بيها. اول حاجة انا فزت بمسابقة ملتقى من النيل، وهي القصة القصيرة، وفزت بيها بدرع اهو الدرع، وقصة اسمها الاطفال والابرة. القصة دي بتحكي عن مجموعة من الاطفال كانوا عايشين في الابرة، كانوا عايشين في دار الايتام. فهي دي اخر انجازاتي، وفزت بميدالية في محمد الأوللي، كان عامل مسابقة ففزت بيها. انتي نزلتي القصة يا اسلامة في كتاب ولا ايه؟ أيوة، هي قصة وحيدة ولا عدة مجموعة قصص؟ لا هي هما قصص كتير، بس أنا ليا قصة واحدة فيهم. ديوان مشترك يعني بينك انتي وشعراء أيوة، تانيين وادباء، تمام. وايه تاني كمان اخر الاشعار بتاعتك والكتابات الشعرية بتاعتك؟ انا اخر اشعاري احب اعرفكم بيها سألقي على مسامع حضراتكم الان قصيدة بعنوان تحية. تحية من امتي، تحية من امتي الى رئيس جمهوريتي، لك مني محبتي وتقديري يا رئيس جمهوريتي، فهو رمز سعادتي ورمز قوتي رئيس جمهوريتي. يسألوني من تقولي، قل أنا بنت أمتي بنت دولتي، فهذا أبي وهؤلاء إخوتي وعشيرتي، يرددون تحيتي إلى رئيس جمهوريتي. رئيس جمهوريتي، لك مني محبة وتقدير يا رئيس جمهوريتي، تحية من أمتي إلى رئيس جمهوريتي، فلك مني محبة وتقدير يا رئيس جمهوريتي. فهذا أبي وهذه أمي وهؤلاء إخوتي وعشيرتي، يرددون تحيتي إلى رئيس جمهوريتي. رئيس جمهوريتي، لك مني تحية وسلام يا رئيس جمهوريتي. برافو عليك يا إسلامة، واحنا بنحييك طبعا على هذه القصيدة الجميلة. الأستاذ محمد، عايزين نعرف البدايات بتاعت حضرتك في حضرتك الشعر. البداية بالظبط بعد وفاة والدتي لقيت نفسي بكتب شعر ازاي انا مش عارف. من كام سنة؟ حضرتك هي الله متوفية يرحمها. يوم 1/12/2019. الله يرحمها، قريب يعني كده، ما نقول من سنة. تمام. بس حضرتك انا والدي شاعر كبير وله اسمه، واخويا برضو ياسر خاطر شاعر، شاعر برضو، فهو وارث منهم. بس تمام. اول قصيده كتبتها كانت فيها في الله والدتي يرحمه، رحمة الله عليه. الله يرحمها. اتفضل، ممكن تقول لنا قصيدة من البدايات؟ تمام. هي اول قصيده كتبتها فيها بقول ايه: يا امي عمري ما انساكي، وعيش دايما بذكراكي، وايامنا اللي كانت حلوه راحت كلها معاكي، انا عايش وبدعي لك في وقت الفرض والسنه، بقينا نمثل الفرحة وجوانا جروح وأحزان، ونعمل إننا بنضحك ونبكي من ورق لبنى. يا أمي الغالية وحشاني، دي أطيب قلبي في الدنيا، كانت دايما بتدعي لي، أنا عايش على دعاكي، براقب كل خطواتي عشان ما أغلطش وارضيكي. حزين دايما على فراقك وحزن كبير ملوش آخر، لا عمري حزنت على حاجة ولا فرقت معايا حاجة، عرفت الحزن من بعدك، نسيت الفرحة من غيرك، بتمنى في يوم اشوف رؤيا في الجنه وانت بتصلي، تصلي الفجر في ميعاده وتصلي الفرض والسنه، دايما بيحصل لاولادي حوادث من وقت للتاني، ربنا دايما بيسترها بفضل دعائك ورضاكي، يا مازن اوعى يوم تنسى جمايل تيتا عليك يا ابني،
مازن دايما بيدعي لك، مروان بيقول لي وحشاني، ميار بتقول لي فين تيتا، بقول راحت مكان احسن، فراق الام ابكاني وخلاني واحد تاني، لا هنسى في يوم لمتنا وامي وهي وسطينا، كانت تفرح باولادها واحنا قاعدين حواليها، ده انا عشت وياها 40 عام من عمري، رحلوا معاكي في لحظه رحلت كل سنين عمري، وماتت كل احلامي وماتت كل حاجه ليا، كان املي اعيش ليكي وافضل تحت رجليكي، اراضيكي وهنيكي ولا يعوضني يوم بيكي، ده الام هديه من الرحمن، ربنا ذاكرها في القران، وابويا ربنا يخليه واعيش واخدمه بعناية، وكنت امل واقف جنبه ولا يجي يوم وابعد عنه، ده الحنيه بتتوزع تمع فيها هو لوحده، انا عمري ما شفت راجل زيه بيحب مراته اكتر منه، وامي كانت بتحبك وكنت عندها بالدنيا، ويوم ما مشيت على العمره كانت سعيده وفرحانه، واخويا اللي اكبر مني ده شغله كان في السعوديه، اخد بايدها ومشاها ولحد الكعبه ووداها، بكت ساعتها من الفرحه والدمعه نزلت من عينها، مسك بايدها وقال لازم اجيبك المره الجايه، وخد ابويا وخد اختي وصلوا في الحرم المكي، خدهم معاه بالعربيه والدنيا هاديه ومهديه، وطول السكه بتدعي له وتقول كمان كتر خيره، وكل شويه تقول يا احمد بالراحه في السكه شويه، حنيه ما اقدرش اوصفها، طيابه والكل عارفها، وجيراننا كانوا بيحبوها، وكانت متابعه مع شغلي، لو رجع في يوم انا متاخر الاقيها بترن عليا، وقاعده تستنظر فيا، وانا قلبي مكسور من جوه، وما عادش فيه عندي القوه، ما بقتش قادر اتحمل، وكل يوم وانا بتألم، ونفسي اصرخ واتكلم، بس الصريخ ملوش لازمه، هيعمل ايه وانا في الازمه، والعمر هيغير حالي، والعمر هيرجع امي، والعمر هيروق بالي، انا كنت هصرخ طوالي وبدعي للمولى الغالي تكوني فرحانه بالجنه. الله يرحمها احسن يا استاذ محمد. عاوزين نعرف يا اسلامه مين مثلك الاعلى من الشعراء؟ الشاعر احمد شوقي. بتفضلي الشعر القديم ولا الشعر الحديث؟ لا الشعر القديم، لان فيه كلام كتير جميل. في شعر كتير حديث هو حلو، بس بفضل الشعر القديم. اما هو بدليل بتكتبي باللغه العربيه الفصحى. بتلقي شعر لشعراء تانية مش انت كاتباه يعني؟ ممكن تقولي حاجات لشعراء انت مش كاتباها تنسب لشعراء تانيين؟ ولا بتقولي الشعر اللي من كتابتك فقط تكتبي وتقولي؟ هو انا بعرف القي شعر لناس تانية، بس انا بفضل ان انا القي الشعر بتاعي اللي انت كاتباه. معتزه قوي بالشعر بتاعك انت اللي انت كاتباه. اتفضلي قولي لنا حاجه تانية من كتاباتك يا اسلامه. سأقدم لكم الآن قصيدة بعنوان عالم العلم، وهي من تأليفي. عالم العلم هو عالم تكثر في وجهه السرور، فقد ظل العلم هو السلاح الذي يحارب في وجه الشرور والغرور، فقد ظل العلم هو السلاح الذي يحارب في وجه الغرور، فهذا عالم يعلم كل العصور، عالم العلم هو عالم تكثر في وجهه البهوج والسرور، إنه عالم يعلم كل العصور والأزمان، علما ينفعهم في الدنيا والزمان، إنه عالم يعلم الأجيال، فعالم العلم هو عالم يكثر في يده العلم والزمان، فهو عالم تكثر في وجهه السرور، فقد ظل العلم هو السلاح الذي يحارب في وجه الشرور والغرور، والعلم كأنه درع يحارب كل الغرور، فهو سلاح يحارب كل العصور ويتألق في كل زمان ومكان، فعالم العلم وعالم تكثر في وجه السرور. تمام، احسنت يا اسلامه.
بنوجه حضرتك السؤال وبنقول يا أستاذ محمد، هل حضرتك دخلت مسابقات شعرية في الفترة دي الصغيرة من ساعة ما بدأت الشعر، لا خالص منتديات شعرية؟ لا خالص لسه بصراحة، يعني هنبدأ لسه إن شاء أنا الله وقتي المشوار واخد شغلي، واخد كل وقتي إن برضه شاء الله. مين بالنسبة المثل للشعر. الأعلى بتاع حضرتك في الشعر؟ والدي في الشعر، في الشعر عشان بما إن هو انا كنت شاعر. حضرت صغير، وكنت اي قصيده بيكتبها ويقعد وفي يسمعني. الحياة والدي برضه برضه كل حاجه. في مواهب تانية عند حضرتك غير الشعر؟ لا خالص والشعر، غناء، رسم، من المواهب لا انا التانية. برضه شاعر عاميه وشاعر غنائي، يعني في برضه عندي حضرتك برضه انا اغاني، كنت بس شايفة برضه لسه حضرتك ما فيش حاجه شاعر طلعت غنائي. مني يعني. تمام. يعني حاجات صغيرة بنقول ولا لسه؟ يا ريت. لسه ماشي. في خطابة، في ادب، في نثريات، لا لا ولا كله شعر شعر طبعا؟ طيب سمعنا حضرتك حاجة كده من هو كتاباتك دوت، التانية. يعني ايه هو يعني حب في المدام، تمام، تمام، اتفضل. بس ربنا بقولها بطريقة يخليك. مختلفة خالص، لأن الواحد أي حب أو أي حاجة بعيد عن الزوجة ما طبعا بيبقاش، ما بعتبروش إن حب مهما كان إلا العشرة والكلام. ربنا يخليها لك ويحفظكم. اتفضل حضرتك الكلام. بقول لي نفسي أسمع مرة صوتك، نفسي تخرجي من سكوتك، أصل لسه برضو الحب فيكي، فهمت من نظرة عينيكي، لسه قلبك بيناديني بس مش عارفة تسيبيني، أصل بينا الحب ياما، شفت نظرة مع ابتسامة، كل شيء كان أقوى مني، كل ذنب في صغر سني، كنت لسه في أولى جامعة، وكل مشكلتي في ظروفي اللي وقع بينا سني، والظروف كانت أقوى مني، لسه برضو ناوية تسيبيني. بعد ما حكيت لك ظروفي، بعد ما شلتك في عيني والحبايب بعدوا عني، نفسي اشوفك تاني صدفه. اوه حد يلوم عليا، حب ليكي ماهوش بايدي، انت اول حب ليا، قلت اقدم لك هديه، مش لاقي حاجه تليق عليكي، انت مقامك عندي غالي، والكلام وحي وخيالي، ولا رحت اولى ثانوي ولا عمري دخلت جامعه، ده المؤهل دبلوم صنايع. قلت اقدم لك مراتي، هي روحي ونور حياتي، والحقيقة بحب زوجتي وهي أجمل حاجة عندي، مستحيل تاخديني منها، مهما عيش هفضل فاكرها، أصل برضو مفيش مثالها، دي الحقيقة الكل قالها، لما جيت أكتب في غيرها لقيتني عاشقها وفاكرها، أصل ما حبيتش غيرها، والكلام ده مش عشانك، الكلام ده عشانها هي، والهدية برضو ليها، كل حاجة ليها هي، اللي مالية الكون عليا، أم مازن نور عينيا، مستحيل تاخديني منها ولا تبعدين عنها، ده ياما وقفت كتير معايا، ما افتكرش في مره قالت معايا او مش معايا. تحياتي لأم سلمي مازن. يا رب. كان في مشكلة في أول القصيدة، لحقت نفسك في آخر القصيدة اي وصلحت. ما انا جاي في حضرتك الكلام اللي هو ايه؟ اللي هي ان انا بتكلم في واحده ثانيه من وحي الخيال، وان ما فيش اساسا حب الا الزوجه تمام والا العشره والكلام ده. كويس، يعني مش ليها. مش عايزين الكلام مشاكل ده بقى كله ما كانش ليكي طريقة خالص كلامك. للمدام. تمام. يعني هو شعر بس بطريقه ربنا مختلفه يخليك، شويه. ربنا يحفظها الله يا رب يكرمك يا رب. ليكم. سلام. اسلامه، ناويه تكملي بقى مسيرتك الشعريه ازاي، او تحققي احلامك؟ ما هي احلامك وامنياتك ان شاء الله بكره وبعده؟ هو انا نفسي اطلع في الحقيقه مهندسه، بس افضل برضك شاعره يعني. الشعر هوايه جنب ايوه جنب، ان شاء الله تحققي كل احلامك. والشعر بقى هتعملي فيه ايه عشان تستمري في مسيرتك الشعريه؟ تنتمي مثلا لمنتديات، تنتمي هتعملي ايه بقى؟ تنميه بدراسه ممكن برضو، مدارس شعريه، ننتمي نسقل موهبتنا بحاجه جنب الهندسه بقى. انا اصلا انا جارتي اسمها مس اوصاف، هي اللي يعني قعدت تعلمني طريقه الالقاء، لان انا كانت تمام. طريقتي مش يعني كانتش حلوه قوي في الالقاء، بس هي اللي علمتني تحياتنا من بيت المصريين لمس الطاف طبعا، اوصاف. اللي طلعت الموهبه الجميله دي. وعايزين نعرف يعني انت هتكملي ان شاء الله في الشعر. تمام. ان شاء الله. طيب سمعينا بقى حاجه تانية من شعرك الجميل باللغة العربية. سألقى على مسامع حضراتكم الآن قصيدة بعنوان أستاذي الفاضل، وهي من تأليفي. أستاذي الفاضل، معلمي الجليل، جئت لنا بمعلومات تفيد أجيالا وناسا، جئت لنا قدوة تسعى للعلم،
في طريق العلم جئت يا معلمي الجليل، أستاذي الفاضل، معلمي الجليل، أنت قدوتنا، أنت مستقبل مشرق ينير سماءنا. يا معلمي الجليل، أستاذي الفاضل، معلمي الجليل، جئت لنا بمعلومات تفيد أجيالا وناسا، جئت قدوة تسعى للعلم في طريق العلم، جئت يا معلمي الجليل، أستاذي الفاضل، معلمي الجليل، أنت قدوتنا، أنت مستقبل مشرق ينير سماء العلم. يا معلمي الجليل، أستاذي الفاضل، معلمي الجليل، خذ بيدي وعلمني واهدني إلى الطريق المستقيم. يا معلمي الجليل، أستاذي الفاضل، معلمي الجليل، أنت قدوتي، وأنت مستقبل مشرق ينير سماءنا. يا معلمي الجليل. أحسنت يا إسلامة. وكان نفسنا نسمع حاجة للأب بقى، بما إن للزوجة وللأم طبعا الأب لازم يكون نصيب، بس للأسف بيقولوا وقت البرنامج انتهى. وشرفتونا ونورتونا النهاردة، سعدنا بيك يا إسلامة وأستاذ محمد، وتحياتي أعزائي المشاهدين. ونحب نتوجه بالتهنئة مرة أخرى إلى الأستاذ الكبير الشاعر الدكتور أحمد حافظ، بنهنيه على ديوانه الأول الشعري همس الروح. بنتوجه بالتهنئة ليه وبالتوفيق إن شاء الله في حياته العلمية.